هذه صورة، صورتين، صورة لمجلة الأولى اللي على اليمين اسمها مدى، والصورة الثانية هي مجلة روتانا. قبل أدخل المجال عملك عندي سؤال لك، هل صحيح أنه شهادتك الجامعية مزورة؟ صحيح صحيح صحيح. كيف اشرح لي القصة؟ أوكي، سو أنا من ما تخرجت من ال من ال من المدرسة وأنا ودي أشتغل، أو أكشلي من تاني متوسط وأنا ودي أسوي مجلة، لأن من وإحنا صغار دائما كنا نروح لندن، ودائما تعرف الكتب اللي في لندن عن الأميرات السعوديات وأميرات الخمار، وكان في ظلم لينا مرة كبير. فأنا قررت من وأنا صغيرة أن أنا أسوي مجلة، وفي كل عدد أطلع واحدة من العيلة أنجزت شيء، واحدة من الأميرات السعوديات. لازم. أنت حين تعتبرين الأميرات السعوديات مظلومات؟ طبعا ذاك الوقت مظلومات، لأن ما كان عندنا ما كنا نقدر ندافع، ما كنا نقدر نحكي، ما كنا نسوي شيء، كنا بس نتلقى. فأنا كنت هذا واحدة من الأشياء اللي مهي قاسي هذا الوصف أنه الأميرة السعودية كانت مظلومة في فترات. كل بنات العيلة أو كل اللي كانوا يسافروا لندن عارفين الكتب اللي أنا أحكي عنها، وعارفين المقالات، وعارفين اللي كانوا بينحطوا على أغلفة مجلات هم أصلا ما هم من السعودية. هذا كله إحنا عشناه وكل البنات عارفينه، ما هو شيء جديد يعني. فكان واحدة من أهدافي أن أنا أطلع في كل عدد قصة أميرة سعودية. وقلت لأخوي سعود الله يرحمه ويغفر له أن أنا أبغى أدرس إعلام، ما كان في إعلام في الجامعات السعودية ذاك الوقت. قال لي معاصي، ما أنت رايحة جامعة مختلطة، انسي الموضوع. فدرست أونلاين، خلصت الأونلاين وكل شيء، مجتهدة مرة ورحت. خلصتي آخر الكم؟ 4 سنوات زي الوقت. لا أبد، أخذت في 3 سنين ونص، كنت أخذ سمستر صيفي يعني. وبس بغيت أخذ الشهادة على أساس أسوي ماسترز يعني، ما في شهادة. لما رحتي تاخذي ماجستير اكتشفتي اي ابغى هذا الورق حقي على اساس اقدم ماجستير، ما في شهاده. فهنا عرفت ان الجامعه كانت ما هي صحيحه. وعدت ثاني مره في القاهره واخذت شهادتي في التسويق الاعلاني والعلاقات العامه والماينر صحافه.